بص الفيديو الغريب ده، دي بقى قطة بجسم ديك، أو تقدر تقول كده ديك بوجه قطة. فإيه بقى حقيقة الفيديو ده؟ وخصوصا إننا بقينا بقى في زمن الفوتوشوب والذكاء الاصطناعي، والواحد صراحة كده ما بقاش بيصدق أي حاجة. بداية كده، فمن الصعب جدا إنتاج كائن زي ده عن طريق التزاوج بين نوع من الثدييات مع نوع من الطيور، بل يكاد يكون الأمر مستحيل. لكن ممكن يحدث تزاوج بين أنواع مختلفة من نفس الجنس، وده لإنتاج نسل وذرية جديدة ممكن تكون بصفات وراثية أفضل من الوالدين. وقال العلماء إن النسل بيكون في الغالب عقيم، وفي أمثلة للتهجين كده زي اللايجر، وده عبارة عن تزاوج ذكر الأسد مع أنثى النمر، أو التايجون وهو تهجين نمر ذكر مع أنثى الأسد، وده ممكن حتى العلماء يعملوه في المعمل. أما بقى النوع الثاني واللي هو شائع، وده التهجين عن طريق الدي ان ايه، واللي بيكون بين أنواع مختلفة، وهي إنهم بيقطعوا حتة معينة من الدي ان ايه لكائن معين ليه صفة معينة، ويهجنوها في كائن تاني علشان يحمل الصفة دي. والموضوع ده بقى شائع ومنتشر في النباتات وفي تربية الحيوانات لإنتاج سلالات جديدة لها صفات النوعين الأصليين. لكن بعض العلماء حد بالفعل عن النقطة دي، وبدأوا يعملوا تجارب على كائنات لإنتاج كائنات بصفات أخرى، وده بين الأجناس المختلفة مش في نفس الجنس. وانتشر فعلا فيديو من فترة كده القطة وليها أجنحة. فإلى أي مدى وصل العلم من التقدم والتطور؟ وهل ممكن إن العلم ده يخدم البشر وإنه يطوع المخلوقات دي لخدمة الإنسان؟ وطبعا في النهاية لازم أقول لك إن الفيديو اللي معانا ده مش حقيقي، وإن هو فوتوشوب وما فيش الحيوان ده أو الكائن ده أصلا. وقول لنا بقى رأيك في التعليقات إيه. لو أول مرة تشوف الفيديو تنساش بقى تذكر ربنا وتعمل لنا لايك وشير واشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.